نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله وبمناسبة عيد الفطر، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة، وباش ما تمنيتوا غنشارك معكم وصفة مغربية تقليدية من التراث المغربي القديم بزاف، ملكة المطبخ المغربي البسطيلة الوزانية. البسطيلة الوزانية من أفخر وأفخم أنواع البساط المغربية الأصيلة، للأسف ما معروفاش بزاف، قليل الناس اللي كيعرفوا البسطيلة، رغم أنها شي حاجة طوب. نيفو ديال البسطيلة الوزانية طالع بزاف على باقي أنواع البساط في المطبخ المغربي. غادي نشارك معكم اليوم الوصفة المعتمدة ديال البسطيلة الوزانية في المطبخ الملكي بالنسبة للمناسبات والأعياد الدينية. أحسن حاجة تقدروا تحضروها العائلة في النهار الكبير، شي حاجة نخوة ملكية كتحضر يا إما بالسمان أو الحمام أو الحجل، هادشي اللي كيخليها سبيسيال. ابقوا معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. اول حاجه غادي نبدا بها هي الشرموله. فاش غادي نرق هاد الحجل، غادي نحتاج عندي هنايا 5 العواد ديال القرفه بلديه، من الاحسن تكون قرفه بلديه. عندي معلقه كبيره ديال سكينجبير بلدي، معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي، عندي هنا البزار، معلقه ديال القهوه، ماشي المعلقه الصغيره العاديه، المعلقه الصغيره ديال القهوه اللي كتكون صغار منها، نصها ديال البزار الكحل ونصها ديال البزار الابيض. غادي نحتاج شويه ديال المسكه الحره، عندي هنايا 9 الحبيبات ديال المسكه الحره، غادي نزيدهم من بعد غادي يذوبوا. هنا عندي معلقه صغيره، دائما توابل المجهده عبروهم بالمعلقه الصغيره ديال الموكا، معلقه صغيره ممسوحه ديال الموكا ديال حبتين او لا قعقله، ونص معلقه صغيره ديال الموكا ممسوحه ديال الكوزه محكوكه. الناس اللي ما كيبغيوش المذاق ديال الكوزه يقدروا يعوضوها بسيبيسه اولا القشره ديال الكوزه، هي راه القشره ديالها كتكون فيها نفس المذاق ديال الكوزه، هي كتكون خفيفه ماشي بحال الكوزه. عندي هنا هاد الدويمات هادو، غادي نستعمل ضامد البنه ديال البقري، من الاحسن نخدموا بالبقري كيكون المذاق ديالها زوين ومجهد. الناس اللي بغاو يستغنوا عليها يقدروا يستغنوا عليها، غير هي كتزيد واحد النكهه لهاد البسطيله. وعندي هنايا ضامد البنه ديال الزعفران، ما كنبغيش نخدم بداك الزعفران الصناعي ديال الساشيات، كنحاول نتفاداه، فكنعوضو بهاد الضامد ديال الزعفران على قبل اللون. وهنا عندي الزعفران شعره، معلقه ديال الزعفران شعره، خذوها وذوبوها في نص كاس ديال مزهر، نص كاس العنبه ديال المزهر. البسطيله الوزانيه كتصوب يا اما بالسمان او الحمام او الحجل، الا ما توفروش عندكم هاد ثلاثه الانواع ديال الطيور البريه تقدروا تخدموا بالدجاج البلدي. في حاله ما توفرش عندكم الدجاج البلدي خدموا بالدجاج الكروازي، والله يعطيكم الستر. الوزانيه ما كتبغيش الدجاج الرومي، البسطيله الوزانيه واحد الحاجه اللي هي شويه رويال شويه نخوه، كتبغي الطيور اللي يكونوا هكذاك سوفاج، كتكون بريه. ثلاثه الحبات الحجل، غادي ناخذ هذا الحجل هذا غادي نبدا كنديرو في الشرموله كنشرمل فيه. وديما كنقول لكم الطيور كما يكون نوعها سواء روميه ولا بلديه ولا سوفاج، قبل ما ملي تبغيو تصاوبوا الشرموله ديالكم ما ديروش فيها ليدام، ليدام ما كيخليش الشرب ليدام ما كيخليش اللحم كيشرب القوام. ملي ترقدوا اللحم ديالكم في التوابل خليوه يبات ليله كامله، ماشي ديروه في نهارو وطيبوه في نهارو، عطيو اللحم الوقت باش كيشرب هذوك التوابل. غادي نديرو في هذه الزلافه وغادي نغطيه بالفيلم اليمونتير ونحطو في الثلاجه نخليه يرتاح ليله كامله. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت، اقل حاجه تخليو الحجل يترقد واحد 6 سوايع. من بعد ما ندوز الحجل ليله كامله في الثلاجه، غادي نجيب هنا كوكوت، غادي ندير الحجل في الكوكوت، غادي ندير معاه هاد العويدات ديال القرفه، كاس ديال العنبه، قل صباع ديال الزبده نوازيت، البساطل. وديما كنقولوا ماشي غير البساطل، اي حاجه في المطبخ المغربي مالحه حلوه ما ديروش الزيت البلديه، كتكون شويه مجهده وكتخسر لكم المذاق ديال الطبق. هنا في هذه البسطيله غادي نخدم غير بالزبده نوازيت، البسطيله باش ما الضغميره عطيتوها ليدام، باش ما
باش ما كتجي البسطيله بنينه وما كتجيش ناشفه وما كتجيش يابسه. غادي نزيد عندي هنا نص كاس ديال العنبه ديال سمن مذوب، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال السمن الحار. ما تكتروش السمن الحار باش ما يحرش لكم البسطيله. غادي نزيد البصله، عندي هنايا البصله البيضه 2 كيلو، تقدروا تخدموا بالروبو كيطحنها هكذا كتجي رقيقه. الا ما فيكم ما يبكي ما فيكم ما يشلضها ديروها في الروبو، ماشي طحنوها حتى تولي كلها ما، غير هكذا كتولي مشلضه رقيقه. غادي نزيد عندي هنا ربطه ديال المعدنوس مقطع رقيق، وغادي نزيد ربطه ديال القزبور هكذا مربطه ما تقطعوهش. منين بغي نضغمر البصله غادي نحيد هذا الربطه ديال الربيع مع دوك، وغادي نقلي هذه البصله مع الحجل. انا من بعد ما شحرت الحجل خديت هذيك الزلافه اللي رقدت فيها الحجل ديالي، هذيك الطبزيره اللي بقات فيها زدت عليها تقريبا كاس ونص ديال العنبه ديال الماء، خديت الماء طايب وزدته في هذيك الزلافه شللتها مليح باش ناخذ كاع هذيك الطبزيره ودوك الشعيرات ديال الزعفران شعره. انتم شفتوا انني ما خدمتش بالملحه، درت بحساب ضويمه الزعفران مالحه، الضمه البنه ديال البقري مالحه، والسمن الحار باش كنطيب حتى هو مالح. الناس اللي غادي يديروا بحال هكذا ما ديروش الملحه حتى كتذوقوا، ملي كتذوقوا كتلقاو باللي المرق ديالكم خاصه الملحه، زيدوا شويه ديال الملحه. غادي نغطي دابا الكوكوت، غندير لها الصفاره ونخليها حتى يطيب الحجل. من بعد ما طاب الحجل كما كتشوفوا كيجي هكذا اللون ديالو محمر بالحمر، دابا كتشوفوا هنايا. حاجه مهمه ما قلتهاش فاش درت الحجل كيتشحر، اول حاجه الحجل خصو يكون خصو تحيدوا له الجلده. ثاني حاجه وانتم كتشحروا هذاك الحجل حاولوا انكم تاخذوا موس وتبداو كتقبوا هذاك الطريفات ديال اللحم باش كتعاونوا الشرموله والعطريه كتدخل القلب ديال الحجل كيولي بنين. هنايا من بعد ما حيدت الحجل غادي نعاود نزيد هنا عندي نص كاس ديال زيت ارغان. الناس اللي بغا يستغناو على زيت ارغان او لا ما توفرش عندهم يقدروا ما يديروش، ولكن يعوضوه بالزبده. غادي نزيد معلقه كبيره ديال القرفه البلديه مطحونه ومغربله، وباش غادي نحلي هاد البسطيله ما غاديش نحليها بالسكر، خصوص هاد الوزانيه كتكون مخزانيه وملكيه ما ديروش فيها السكر. السكر وي كيحلي ولكن كيبسل. يا اما ديروا العسل الحر، الا توفر عندكم العسل الحر ديروه، ما توفرش عندكم العسل الحر كيبقى التمر بودر احسن بديل باش تحليو البساطل. انا غادي نزيد هنايا الكميه اللي عندي، عندي هنايا كاس عامر ديال العنبه، غادي ونخليه كيتضغمر. بوسكري حلو بزاف، يعني ما غاديش تحتاجوا كميه كثيره ديال الغبره ديال البوسكري في هذا البسطيله. وحتى اصلا البسطيله ما خصهاش تكون حلوه، الضغميره ما خصهاش تكون حلوه، خصها تكون حلو مالح. خليو الكوكوت عريانه ما تغطيوهاش، حاجتنا بالماء يتبخر وتبقى غير الضغميره واقفه في اليدان. نخليه يتضغمر وما تنساوش بقاو حداه مره مره حركو، الا سهيتو عليه مع الحلاوه دغيا غادي يلصق. الحجل من بعد ما برد خديته قطعته هكذا قطع صغار، ضروري قطعوه هكذا صغير باش الواحد كيكون كياكل في البسطيله الماكله ديال البسطيله كتجيه سهله، ما كيبقاش مبرزات مع الطريفات ديال اللحم كيكونوا كبار. وغادي نحطو على جنب وندوز للوز. بالنسبه للوز عندي كيلو ونص ديال اللوز، خديت اللوز درت له الماء طايب فسختو، ديروه في اللاطه ودخلوه الفران حمروه. الله يعطيكم الستر،
اللوز ديال البسطيله ما تقليوهش، حمروه في الفران. باش ما قليتو اللوز في الفران باش ما اول حاجه كيحافظ على داك المذاق ديالو، ثاني حاجه ما كيجيش مزيت ومقهوم بليدام، ثالث حاجه كيخليكم تاكلوا مليح في البسطيله، ما كتقهمو ما كت ما كت ما كتبلوكيكمش، كتاكلوا غير شويه وكتحسوا براسكم دقهمتوا بليدام، ما كتجيش البسطيله ميدمه بزاف. غادي ناخذ هذا اللوز هذا وغادي نطحنو. بالنسبه للطحين، اللوز ديال البسطيله ما طحنوش حتى يولي بودر، وما تخليوش ثاني هكذاك مدقدق غليظ كيكون هكذاك المهر مش غليظ، هرمشوه متوسط. ديروا اللوز، حاولوا ديروا اللوز بحال الشكل ديال السكسو الغليظ، الحبات ديال السكسو الغليظ بحال هكذاك ديروا اللوز، كيكون مقرمش كي تكونوا كتاكلوا البسطيله كتحسوا به هكذاك مقرمل بسنانكم. طحنتو بشكل مهرمش كيبان. ضروري اللوز ديال البسطيله ماشي تحمروه غير شويه وتقولوا راه باقي تابعوا طيه في الفران، لا حمروه مليح حتى كيولي اللون ديالو هكذا ذهبي، باش ما تحمر اللوز مليح، باش ما كيطلق البنه ديالو، كيطلق داك المذاق ديال القلي، وكيجينا مقرمش ومقرمل ما كيجيش لاوي. بالقوام ديال اللوز عندي جوج معالق صغار ديال القرفه بلديه مطحونه ومغربله، ما تكتروش فيه القرفه لانه ديجا درت القرفه شويه بزايد في الضغميره. غادي نزيد شويه ديال الكوزه، غادي نزيد شويه ديال المسكه الحره طحنتها مع شويه ديال السكر. وبالنسبه للحلاوه دائما غادي نحلي اللوز ديال البسطيله بالتمر مطحون بوسكري. انا هنا درت كاس ديال العنبه. اللوز خصو يكون حلو بخلاف الضغميره، الضغميره خصها تكون مالحه حلوه. بالنسبه للناس اللي ما توفروش على الغبره ديال بوسكري او بوسكري مطحون، تقدروا تعوضوها بسكر كلاصي، واخا ليها ضد السكر في البسطيله، لا سواء في الضغميره ولا في اللوز. ما عمركم ديروا سنيده في اللوز، سنيده واخا تدخل الفران واخا كطيب كتبقى هكذاك حرشه. من بعد ما خلطت اللوز غادي نغطيه نخليه على جنب حيت باقي غادي نعاود نخدمه. من بعد ما حمرت هذيك الضغميره على عافيه مهيله، ضروري عافيه مهيله باش ما كتحرقش، حمرتها حتى حيد منها الماء، بقات واقفه غير في ليدام ديالها. جبت 10 ديال البيضات، غادي ندير في الاول 8، غادي نطربهم نزيدهم. الا شفت باللي باقي خاصني البيض غادي نعاود نزيد، شفت باللي بارك عليها غادي نحبس. ما تزيدوش البيض بزاف، ما تكتروش باش ما تجيش الزفره وتجي هكذا قاصحه. كتشوفوا الضغميره اللون ديالها كيدير، ماشي صفراء وماشي خضراء، اللون ديالها ماغون، كيجي اللون ديالها زوين. هنا غنبدا نزيد البيض، من الاحسن خدموا بالتراب ملي تبغيو ديروا البيض، كيعاون باش البيض ما كيتجمعش. العافيه جهدوها شويه باش البيض ما يطلقش الماء، ملي كتجهدوا العافيه كتعاونوا البيض باش كيطبلوكو ما كيطلقش الماء ديالو. ما توقفوش من التحرك باش ما يوليش لكم اومليت. باقي العقده شويه جاريه، غادي نعاود نزيد هذوك جوج بيضات اللي بقاو ليا من 10. غنطفي عليها، غادي نديرها في كسكاس نخليها حتى كتسقطر مليح، عاد غادي ندوز نكمل المونتاج ديال البسط. غادي نجيب هذاك اللوز اللي قومت بالقرفه والكوزه والمسكه، غادي نزيد عليه الزبده نوازيت. ما غاديش نزيد ليدام ديال الضغميره في اللوز باش كيبقى اللوز محافظ على البنه ديالو، كتبقى فيه البنه ديال اللوز محمر. الا درت ليدام ديال الضغميره غتولي البنه ديال الضغميره كاينه في الضغميره براسها، وغنزيد عاود نديرها في اللوز. ما جاتش، لا ليدام ديال الضغميره غادي نخليه هو باش غادي نمونطي البسطيله. بالنسبه للوز ديروا فيه الزبده نوازيت، انا خديت هنا واحد شويه ديال الزبده
ذوبتو على شكل نوازيت، ما تحرقوهاش غير حمروها. وهو باش غادي نبسس اللوز، هنا عندي تقريبا واحد طلا ربع ديال الزبده نوازيت، غادي نزيد عليها معلقه صغيره عامره ديال الروح ديال اللوز، معلقه عامره باش كتجي فيه النكهه، كتزيد تخرج النكهه ديال اللوز. وبالنسبه للزهر ما ديروش مزهر، اللوز ديال البسطيله مزهر ما ديروش فيه باش ما يلواش ملي يكون كيطيب، ديروا الروح ديال الزهر. هنا غادي ندير نص معلقه صغيره ديال الروح ديال الزهر، وانا كنحرك وانا كنشوف واش هذيك الروح ديال اللوز مع النكهه ديال الزهر بالكميه الكافيه ولا خصني نزيد. انا هنايا رديت واحد الكميه ديال الزبده باش نصوبها على شكل نوازيت، غادي نعاون بها ليدام اللي بقى ليا اللي تسقطر ليا من الضغميره باش نمرطي البسطيله. من بعد ما حركت مليح هاد العقده ديال اللوز، غادي ناخذ منها واحد الكميه تقريبا شي ربعه، شي حاجه بسيطه ماشي بزاف، غير هكذا. غادي نخليها على جنب، غادي نحتاج ليها من بعد. غادي نوجد الخليط باش غادي نبدا كنمونطي البسطيله. عندي هنايا تقريبا معلقه كبيره ما عمرش ديال القرفه بلديه مطحونه ومغربله، غادي نزيد عليها نص كاس وافي عامر ديال بوسكري مطحون، وغادي نزيد عليها جوج ساشيات ديال النكهه ديال الزهر. غادي نخلط مليح باش ندوز للمونطاج ديال الوزانيه. المول فاش غنخدم الوزانيه هو هذا، انا عندي هذا القطر ديالو 40 سنتيمتر المتوسط، كيكونوا فيه سبعه زليفات بهذا القياس هذا، كيكفي من 7 حتى 10 الناس يقدروا ياكلوا في هذا المول هذا. اول حاجه غادي نبدا بها غادي ندير ليدام. خديت هنا ديك الزبده نوازيت اللي قلت لكم كنت ندوب فيها، وخلطها مع داك ليدام اللي تلقات الضغميره من بعد ما خليتها تصفى. غادي بهذا الشكل هذا، وغادي نبدا كندهن مليح في هذا المول. ضروري تدهنوا هاد الزليفات مليح، تشبعوهم بليدام باش ما تلصقش لكم البسطيله في المول. انا سبق لي وشعلت الفران على درجه حراره 150، خليه كيسخن على خاطرو، خاصو يسخن مليح وما يكونش سخون بزاف، 150 ما تفوتوهاش، لانه البسطيله الوزانيه كتاخذ الوقت بالمقارنه مع البسطيله العاديه، خاصها تاخذ الوقت كطيب شويه. وكتبدا الطماط، الجهه اللي كتكون كتبري وملسه هي اللي كتكون عاطيه وجهها المول ديال الوزانيه، والجهه الحرشه هي اللي كتكون لداخل. ما تزيروش الورقه، ديروا يديكم وركوا على هاد الزليفات باش الورقه كتاخذ الشكل ديال المول، وما تزيروهاش، خليوها مرخوفه، حيت من بعد منين نبداو كنعمروا غادي تزير الورقه، تقدر تقطع. اللهم خليوها شويه مرخوفه، هاد الوزانيه كتبغي تلبس بالورقه مليح من الداخل باش هاد الزليفات ما كيتقطعوش وما تخرجش لكم منهم العماره وتحرق في الطياب. من بعد ما درت ربعة الورقات في الجناب ديال المول، غادي نزيد خمسة الوسط. ضروري هاد البسطيلات الزليفات يتبطنوا كيتغلفوا مليح. باقي غادي نزيد كوش اخر ديال الورقة بنفس الطريقة، من بعد ما ندير هاد الخمسة الوسط ونضغط على هاد الزليفات باش كياخدو باش الورقة كتاخد الشكل ديال المول. من بعد ما ساليت خمسة الورقات غادي نسقي بالزبده نوازيت وليدام ديال الضغميره، وغادي ندير رشه من هذاك القرفه والتمر والزهر. وغادي نبدا نزيد كوش اخر، من بعد درت الخليط ديال التمر القرفه والزهر،
زدت ثاني الكوش الثاني أربعة د الورقات وجبت الخامسة الوسط هي هذه. دابا خديت ورقات ديال البسطيلة قطعتهم هكذا أربع على شكل مثلثات. غادي نبدا نعاود نلمط كل حفرة هنايا بوحدها. كنركز على هاد الزليفات هادو خصهم يتلمطوا لأنهم هما الوزنية. الا ما تلمطوش مليح ما كتجيش الوزنيه هي هذيك. كنبدا ندير كل زلافه ندير فيها مثلث ديال الورقه وكنضغط ديما كتبقاو تضغطوا. من بعد ما لمطت مليح القاع ديال الوزنيه، اهم حاجه في الوزنيه هو هاد الزليفات هادو. هاد الزليفات ما كيعمروش كلهم بحشوه واحده. اغلب العيالات كنشوفهم كيصوبوا الوزنيه كيديروا الطبقه الاولى هاد الزليفات عامرين كاملهم باللوز. لا، الوزنيه الهدف منها والحلاوه اللي فيها وعلاش كتكون سبيسيال على باقي البساط الاخرين، انه كل زلافه كتعمر بحشوه بشكل. هذا هو الهدف ديال هاد الزليفات في الوزنيه. كل زلافه من هاد الزليفات هادو خصها تعمر بحشوه بشكل، وحده باللوز، وحده بالدغميره، وحده بالدجاج، وكتبقاو غاديين هكذاك وكتخالفوا. غادي نبدا باول حشوه. غادي نعمر الزلافه الوسطانيه باللوز وانتوما كتعمروا وانتوما كتضغطوا هكذا ضروري. وعمروا الوزنيه، كتبغي العماره بزاف خصها تكون واقفه. هي من البساط اللي خصهم يكونوا عامرين مليح وواقفين. الزلافه الوسطانيه غادي نديرها باللوز، كتكون ديما باللوز. غادي ندوز الحجل، غادي ناخذ الحجل ونديرو في زلافه اخرى هنا وديما كتضغطوا. وغادي ناخذ الزلافه الثالثه نعمرها بالدغميره. هنا بغيت نوريكم واحد الحاجه، كتشوفوا الدغميره هي هذه الدغميره اللي كنصوب ما كيكونوش فيها الطرف ديال البيض باينين. اخيب حاجه في البسطيله هو ملي تكونوا كتاكلوا البسطيله الدغميره كتلقاوها فيها دوك الطرف ديال البيض هكذاك بيضين. لا ما خصهاش تكون هكاك. البسطيله خصها تكون الدغميره ديالها ما يكونش باين فيها البيض. واخا هي فيها البيض حاولوا تخدموا هذاك البيض مليح باش ما كيبقاوش هذوك الطريفات ديالو باينين في البسطيله. اول حاجه. ثاني حاجه واهم حاجه، ما فيهاش الزفوره ديال البيض. علاش؟ بهذاك الماء ديال الزهر اللي خدمت به من البدايه ديال الطياب. الا رديتوا البال راني درت الماء الزهر، هو باش حليت هذيك التبزيره ورقدت فيه الحجل وطيبت به من الاول. الناس غادي يقولوا لي لا، مزهر كي حرار او كي مرار مع العافيه الا طيبنا به. كي حرار مزهر وكي مرار الا كان مزهر من نوعيه خايبه او لا مزهر مغشوش. كي حرار مزهر من نوعيه جيده ما كي حرارش تقدروا تطيبوا به. انا طيبت به من الاول ولات الدغميره ما فيهاش الريحه ديال الزفوره ديال البيض. وكما قلت لكم طريقه تبعوا غير المراحل اللي عطيتكم في الفيديو باش كتجيكم دغميره بحال هذه ما فيهاش طرف ديال البيض، مزفراش، واللون ديالها كما شفتو كيجي غزال، كتجي ماغون، ما كتجيش صفراء وما كتجيش هكذاك خضراء. من بعد ما عمرت هاد الزليفات كما كتشوفو خلفتهم كيجيو هكذا مخالفين. الطبقه الاولى من فوق هاد الزليفات هادو ديال الحجل بهذا الشكل هذا، ستفوها مليح. وما تنساوش الجناب، ديما الجناب باش تجي البسطيله واقفه. عطيو العماره للجناب حتى هي، ما تركزوش على الوسط، ضغطوا عليه هكذا باش يجي متساوي وياخذ الشكل ديال المول. غادي نجيب هذاك ليدام ديال البسطيله اللي خلطت مع الزبده نوازيت وغنديرو من الفوق. البسطيله باش ما عطيتوها ليدام باش ما كتجي رطبه ما كتجيش قاسحه. وغادي نزيد ورقه اخرى من الفوق. ستفو الخدمه تكون متوله ومنظمه. عاود شويه ديال ليدام، ما تنساوش الجناب، الخليط ديال القرفه والتمر والزهر.
غادي نزيد دابا الدغميره. غادي نزيد ورقه اخرى من الفوق ديما لدام. القرفه والتمر والزهر. وغادي نجيب اللوز. اللوز كتشوفوه معلك بهذيك الزبده نوازات اللي بسستو بها. من بعد ما سرحت اللوز ضغطت مليح باش ياخذ الشكل ديال المول. الجناب حتى هما ضروري تعمروا الجناب. ماشي غادي نزيد شويه ديال الخليط ديال اليدان الدغميره والزبده نوازات هكذا. وغادي نجيب ورقه ديال البسطيله. الجهه الحرشه هي اللي غادي تكون جهه اللوز بالعكس، لانه فينيسيون دابا غادي نبدا نلمط. الجهه الملساء خصها تكون عندي والجهه الحرشه خصها تكون لداخل. شويه ديال اليدان. وغادي نرش شويه بالخليط ديال القرفه. عندي هنا خديت بيضه طربتها هي باش غادي نسو ديال غادي نبدا كنلمط. خذوا وقتكم في الطلمات بشويه باش ما تجيش الورقه معجنه. وانتم كتلمطوا وانتم كتعاونوا بالبيض باش كتسوديو. من بعد ما جمعت هاد الطرف اللي كيكونوا قصار غادي نجمع الطرف الاخرين. كديروا هاد الطريقه هذه ما كتجيكمش معجنه، كتجمعوا كوش الاول، كتجمعوا الكوش الاول ديروا كتعاونوا بالبيض باش كيتسودا، عاد كتجمعوا الكوش الثاني هكذا ما كيجيوش الورقات معجنين. كي كتشوفوا جمعت ولمطت مليح كتجيب هذا الشكل هذا. غادي نجيب عاود شويه ليدام ونديرو من هنا فوق الورقه. من بعد ما دهنتوها بالبيض عاودوا زيدوا ليها ليدام باش كتجي مقرمشه ما كتجيش اومليت في الخبز. غادي نجيب ورقه باش نكمل فينيسيون ديال البسطيله. الورقه ملي تحطوها هكذا هاد الجهه اللي من جهتكم هنا تنيوها بهاد الشكل وجيبوها للنص. دائما لدام. وكتبداو كتلمطوا. غير بشويه بنفس الطريقه غادي نجي لهنا. غادي نجيب الورقه نحط هكذا ونتني. دهنوا مليح وكملوا الطلمات. الجناب ديما الجناب. كتجي هكذا مفينيه مقاده. دابا غادي نبدا نضغط عليها شويه. من بعد ما كتلمطوا كتجمعوا الجناب عاودوا تضغطوا عليها باش الجناب كيرجعوا لمطعهم كيرجعوا للحافه ديال لاطا. اخر مرحله هي الكوردون او لا نفيته او لا مفتاحه او لا اللي كان. ضروري تقبوا البسطيله قبل ما تدخلوها الفران طيب، لانه ملي كتبدا كطيب خصها منين تنفس. الا ما لقاتش منين تنفس غادي تنفخ ترتق ما غاديش يجي الشكل ديالها مليح. اللهم تقبوها. غادي ندير انا هنا تقيبات. صلاة النبي.
بالنسبه للطياب ديال الوزانيه شويه مختلف على البسطيله العاديه. الوزانيه كما شفتوا كاين 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 اللوز لتحت، كاين دجاج وبالخصوص اللوز، اللوز حيت فيه التمر كيكون حلو. البسطيله ما خصهاش العافيه بزاف، كما قلت لكم سخنت الفران على درجه حراره 150. واحد لاستيس غنوريها لكم باش طيبوا الوزانيه بلا ما يتحرق اللوز اللي لتحت. كتاخذوا اللاطه ديال الفران، ملي يسخن الفران وتبغيتي ديروا الوزانيه خذوا اللاطه ديال الفران حطوها لتحت باش كتضربوا ديك العافيه اللي كتكون لتحت، تكاليو عليها ديك العافيه المجهده ما كيتحرقش لكم اللوز وداكشي اللي دايرين لتحت. وهاد المول هذا كتحطوه فوق الشبكه، والشبكه كتجيبوها لفوق الرف الفوقاني، شعلوا عليها الفران من التحت وخليوها كطيب. كتاخذ الوقت من ساعه حتى لساعه ونص، بعد الفران تقدر تجلس فيهم حتى لساعتين على حسب، باش ما عطيتوها الوقت خليوها طيب على خطر خطرها، ما تجهدوش عليها الفران. بالنسبه للتزيين ديال البسطيله، انا سبق لي صوبت عشيشات ديال الكنافه، ما سمحش لي الوقت باش ندير لهم فيديو نسجلهم، غادي تجي لا فيديو طويله بزاف، اصلا هي طويله شويه. ان شاء الله مره اخرى غنشارك معكم طريقه تحضير هاد العشيشات. غادي نعمرهم بهذيك الحشوه ديال اللوز اللي خديت من العماره ديال البسطيله، كتكون مقومه وكتجي فيهم لذيذه. هاد العشيشات هادو غادي نزينهم من بعد بهذاك البيض ديال السمن اللي حدايا، غادي نديرو في عويدات كيوردون ونثبتهم من الفوق. هنا بالاضافه لهاد العشيشات غادي نزين البسطيله ديالي بجوج انواع ديال البريوات، سبق لي وشاركتهم معكم في القناه، بريوات بالكراميل، وهذوك الصغار درتهم بحجم صغير بريوات بالكريم ديال سيترون. غادي نخلي لكم الروابط ديال هاد البريوات في صندوق الوصف الا بغيتو تشوفوهم، كيجيو لذاذ بزاف. غادي نصوب كذلك، غادي ناخذ واحد جوج معلقات ديال العسل الحر، غادي نزيد عليه شويه ديال الروح ديال الزهر، ما تزيدوش الله يعطيكم ستر الماء ديال الزهر. العسل اللي غادي تدهنوا به البسطيله وهي سخونه غادي تلوى الورقه، ما غاديش تبقى مقرمشه. ديما البسطيله سخونه دهنوها بالعسل يكون فيه الروح ديال الزهر باش كتبقى هكذاك محافظه على القرمشه ديالها. وطريقه الزين كترجع لكم نتوما، زينوا البسطيله باي حاجه بغيتو كيف ما حبيتو. الشكل النهائي كيجي هكذا، زينتها بريوات من جناب ديال الحامض بالكوردون، درتهم في جناب من الفوق، دربلتها بهذاك اللوز مهرمش مع عشيشات ديال الكنافه والبيض، ودورت الزلافه الوسطانيه بدوك البريوات ديال الكراميل، دهنتها بالعسل، كتجي غزاله هاد الوصفه ملكيه، شي حاجه طوب وصفه ديال النهار الكبير نخوه هم وشان. نتمنى انكم تجربوها بمناسبه العيد كوصفه كوجبه ديال الغداء ولا العشاء، فرحوا بها العائله، حاجه جديده باش الواحد يبدل الروتين ديال نهار العيد كيكون سكسو ولا اللحم بالبرقوق ولا الدجاج محمر. حاولوا تجربوا هذه الوصفه ملكه المطبخ المغربي الوزانيه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. مرحبا بالناس الجداد في القناه، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد. شكرا بزاف للناس اللي ديجا ابوني معايا، نتمنى انني نلقاكم في فيديو الجاي بخير وعلى خير. عواشر مبروكه، عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو. نتمنى نلقاكم مع وصفه جديده من المطبخ الملكي المغربي الاصيل. على بروشين، تشاو.